تجمع منصة توافق الراغبين بالزواج من ذوي الإعاقة الحركية من الجنسين بهدف اختيار شريك الحياة من خلال عملية ربط عالية الخصوصية والسرية عبر قاعدة بيانات يتم مراجعتها وعرضها للمسجلين بمنصة توافق الإلكترونية ليضع من يريد الزواج مواصفاته في الرابط المخصص لذلك. بعد ما يسجل بياناته أجي أنا وزميلاتي الموظفات هنا نتقصى كل أموره، نشوف تقارير الطبية إذا كانت تقبل أو ما تقبل من قبل اللجنة. بعد كذا إذا عطينا قبول يقدر يدخل مرة ثانية في نفس الرابط تسجيل دخول، ويقدر يتفرج على الحالات سواء كان رجل يتفرج على حالات النساء المراغبين للزواج ويدخل على حالة حالة، واللي وافقت مناسبة له يختار التوافق هذه مناسبة لي. بعد كذا تجيها الطرف الثاني تجيها رسالة نصية فيها مواصفات الرجل اللي طلبها، إذا كانت موافقة عليه تعطيه موافق، إذا أعطته موافق يجي عندنا إلكترونيا في الجهاز أن فلانة توافقت مع فلان. بعد كذا حنا نتواصل مع المرأة نفسها ونأخذ رقم ولي أمرها ونعطيه الرجل. 1500 مستفيد ومستفيدة عقدوا قرانهم عبر المنصة، حيث سهلت جمعية الإعاقة الحركية للكبار إجراءات الزواج والدعم لهم. حفل جماعي أعطى رسالة للمجتمع أنه ذوي الإعاقة يستطيعون تكوين أسرة يتزوجون. آخر حالة أو آخر حفل حضر سموه أمير منطقة الرياض كان في أحد المتزوجين من الزواج الأول مع أطفاله، هذا يعتبر أثر إيجابي جميل للداعمين لهالبرنامج. طبعا هو برنامج متكامل يتم خلاله تقديم دورات تخصصية لأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال مقبلين على الزواج، بالإضافة إلى الدعم المادي يقدم لهم 20,000 ريال وتجهيزات المنزل تتم في المرحلة الأخيرة بعد الزواج. تعد منصة توافق الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتهدف إلى فتح المنازل لذوي الإعاقة الحركية ليعيشوا عيشة هنية لأنهم يستحقونها. محمد العتيبي، الإخبارية، الرياض.